اسمي دريد فارس، عمري 18، انا من سوريا. انا لما العب فوتبول بنسى كل المشاكل. انا هاجرت من سوريا، بس لما العب فوتبول بحس حالي كاني بلدي ما هاجرت. الفوتبول هو بيعطيني سلام وامان، بحس حالي اني مرتاح. جدي هو اللي علمني على الفوتبول من انا صغير، صار ياخذني على الاكاديميه وياخذني على النادي لحتى انا صرت لاعب محترف. وانا وصلت لهون كرمال احقق جزء من حلم جدي، لانه هو كان لاعب فوتبول زمان وبس ما قدر يوصل. ان شاء الله انا هلا بوصل بحقق حلمي وحلمه سوا.